طيب، المحاضرات الماضية حكينا عن stepwise approach، وحكينا انه للتعامل مع اي كيس في العالم في عنا اربع خطوات رئيسية. اول خطوة ان نعمل assessment لأي potential او actual drug related او therapy problem عند المريض، تمام. وحكينا انه you identify lifestyle, patient factor, disease factor, drug factor في هالمرحلة. بعد ما تعمل assessment بتعمل ريفيو للاسسمنت، بعدين ننتقل للستيب 2 اللي هي ديفلوبمنت اوف ذا فارماسيوتيكال كير بلان. الديفلوبمنت هاي بتكون بناء على الايفيدنس بيس براكتس اللي عندنا. بعدين بتعمل ريفيو ل الديفلوبمنت لليور فارماسيوتيكال بلان اللي انت عملتها اجينست الايفيدنس بيس براكتس، بحيث انها تكون افضل وعلى ايفيدنس بيس براكتس، ولازم تكون هي من البريفيرابل تريتمنت، يعني within the preference of the patient، تمام. بعدين نعمل ريفيو لهاي الكير بلان. بعدين ننتقل للستيب 3 اللي هي الامبلمنتيشن للكير بلان. الامبلمنتيشن للكير بلان هون احنا بدنا نعطي الكير بلان للمريض، فهون الدواء بيوصل للمريض، تمام. بعدين النقطة الرابعة احنا بنعمل ايفالويشن مونيتورينج اند ريفيو للكير بلان، تمام. فهنا الـ actual outcome are evaluated في step 4 are evaluated in relation to therapeutic objective to determine whether the drug therapy problem have been resolved or not، يعني or not. فهون احنا بعد ما يجينا المريض ونعمل ثلاث خطوات ونعطيه الدواء في الخطوة الثالثة، لما نعمل evaluation ببساطة مريض عندنا كان blood pressure عنده uncontrolled، نطلب منه انه نعمل كنترول للبلد برشر within 3 months، نطلب منه انه يراجعنا في العيادة، ممكن حسب بلد برشر، ممكن بعد شهر بعد اسبوعين، فنظل يراجع الطبيب المريض الطبيب في العيادة خلال يعني 3 شهور، تمام، عشان نتأكد انه الاوتكم اللي احنا عطيناها للمريض هاي اوكي ولا لا. فإذا the outcome are not achieved the care plan should be reviewed. وهاي النقطة مهمة، احنا بنرجع هنا ما بنعمل ريفيو للكير بلان لستيب 2، نعمل اسسمنت مره ثانيه للمريض كامله، بنرجع من ستيب 1 لستيب 4 في السايكل هون بهاي الحاله والريبيت. The actual outcome may then be accepted as being the best achievable for the patient. وهاي نقطه مهمه بدكم تنتبهوا لها، ممكن يوم تعمل ديفلوبمنت للفارماسيوتيكال كير بلان تلاقوا انه يمكن في دواء افضل دواء موجود، لكن هذا الدواء مش بريفيرابل للمريض، مش الفيرست تشويس للمريض، تمام، مش موجود في الاردن. فدائما اعلى ايفيدنس بيس مع البريفيرابل للمريض، ايش البراكتيكال للمريض. في بعض المرضى بعض الادويه ما بتنفع عندهم، زي في الكيس الماضيه البندرفلوميثايازايد كان ان افكتيف للهايبرتنشن عند المريض، ان افكتيف هون بهالحاله ما كان بسبب انه الثايازايد مش افكتيف، ممكن يعمل عنده ادفيرس رياكشن، احنا طبعا ما بنعرف شو السبب. فدائما البريفرنس او البيشنت بريفرنس مهم جدا في عملية اختيار الرعاية الصيدلانية أو when you provide pharmaceutical care. طبعا في إلى حدودها، يعني في النهاية احنا you will not develop the pharmaceutical care plan زي ما بده المريض، فيها limitation هاي، تمام. طيب the plan should be developed as original drug therapy a problem resolved and a new drug therapy problem appear which require resolution. طيب هاي الكيس اللي حكينا عنها مبارح اللي عمنا نحكي عنها مرة ثانية، ولكن بدنا نحكي عنها بمنظور الايفالويشن، يعني بنعيد اللي حكيناه بس بنشوف ايش الاشياء اللي بدنا نعملها والاشياء اللي ما بدنا نعملها، تمام. فمسز جي ايج 45 years has recently been diagnosed with asthma following reversible testing with short acting bronchodilator. Her relevant medical history includes osteoarthritis, hypertension, blood pressure was recently measured 170 110 mm of mercury. Mrs. G is a smoker, 30 cigarettes per day, moderate heavy drinker and does not do physical exercise. Previous drug therapy, pendroflumethiazide, 2.5 milligram in the morning. وهذا كان was ineffective for hypertension. The kind of drug therapy, paracetamol for osteoarthritis, propranolol for hypertension, salbutamol budesonide للأزمة. تمام؟ نيجي على الجدول على طول اللي بعد عشان نكون واضحين في عملية الإيفالويشن والمونيتورينج. نمشي فيهم خطوة خطوة. الخطوة الأولى avoidance of adverse drug reaction and normally lung function immediately، تمام. هاي اللي هي therapeutic objective. الأوتكم كان إنه إحنا وقفنا البروبانولول عند البيك expiratory flow rate return to normal adverse drug reaction confirmed،
تمام. فاحنا وقفنا البروبانولول لانه حكينا انه هذا عاملين لنا مشكله اصلا. هو ممكن احنا عاملين لنا مشكله اصلا مع دايجنوستس اوف ازما لانه المريض كان ياخذ شورت اكتنج بيتا 2 اجونست وماشي على بروبانولول. المريض حكينا هو كان ماشي على بندروفلوميثايزايد ستارتنج دوز وحولناه على بروبانولول وهو مش الطريقه السليمه هاي. يا اما بنشوف ايش المشكله في البندروفلوميثايزايد اذا كان مش الفيرست تشويس المريض في مشكله بهذا الدواء حسب الجايد لاينز، يا اما بنعطي اي سي اي انهبيتور اربس او بنعطي كالسيوم شانلز بلوكرز واحد منهم. فاصلا البيتا بلوكر از نوت ذا بريفيرد ميديسن في هاي الحاله. تمام. طيب فالريفيجن تو بلان. اذا كان ماشي على البروبانولول من مثلا 10 سنين او 15 سنه صح غلط انه نوقف له؟ لا بس هون هلا سؤالك بيختلف عن الكيس اللي موجوده عندنا، لانه الكيس اللي موجوده عندنا ريسنتلي صار عندها ازمه وريسنتلي مشت على البروبانولول. فلو مثلا مع البروبانولول من زمان كنترولد الهايبرتنشن وما عنده ازمه ما في داعي نغيره لانه بيكون كنترول بلد بريشر تبعه. لا يعني فهمتي، يعني في البروبانولول اذا كان كنترولد ما بنغيره ومش عامل مشاكل، بس اذا مش كنترولد بنغيره. طبعا بنغيره جراديولي بدنا نعرف شو الاسباب ليش مش كنترول. بهاي الحاله بيختلف العمليه، بس اذا كان المريض كنترولد على البلد بريشر يعني بلد بريشر كنترول وما في مشاكل بروبانولول ما بنغيره. اوكي تمام. تمام. طيب هون الريفيجن تو بلان بروبلم ريزولت. فريكورد الادفيرس دراج رياكشن ان كيس نوت تو انشور بيتا بلوكر از نوت ادمنستر ان ذا فيوتشر. وهي النقطه كثير مهمه. احنا كفارماسيست لازم نعمل دوكيومنتيشن، او كاي واحد هيلث كير بروفيشنال لازم يعمل دوكيومنتيشن، لازم يعمل ريكوردينج للادفيرس دراج رياكشن، لازم يحكي انه البيتا بلوكر عمل عند هذا المريض هاي المشكله. طبعا هاي اهميتها عشان ما يجي اي هيلث كير بروفيشنال بعدين ويخطئ نفس الخطا. يعني في بعض الاحيان المريض بيراجع اكثر من جنرال براكتيشنر، مش بضروره يراجع دكتور، ممكن يصير عنده اجازه هذا الدكتور شوف طبيب ثاني. فاذا ما كانت موجوده من الملف ممكن يعني مشيها هذا الدواء مره ثانيه، وهنا بنكون كاننا ما عملنا الانترفنشن للمريض. فالدوكيومنتيشن از هايلي امبورتنت في عمليه الايفالويشن في ستيب 4. تمام. النقطه الثانيه نورمال لانج فانكشن اند ويذدرول اوف ان نيسيسري ثيرابي ايميديتلي. هنا ريفرسابيليتي تيست كونفيرم نورمال بيك فلو وذ نو اديشنال بنفيت تو بيك اكسبيراتوري فلو ريت افتر ادمنستريشن اوف سالبيوتامول. بمعنى اخر انه هون بعد ما وقفنا البروبانولول عدنا تيست الريفرسابيلي تيست ولقينا انه المريض ما عندوش ازمه. فبروبلم ريزولت ريموف ازمه دايجنوسيس فروم بيشنت هيستوري. المريض اصلا ما عنده ازمه، هي كان في عندنا مس دايجنوسيس مس انتربريتيشن بسبب اليوز اوف بروبانولول. فكان الاسباراتوري سبيشالست ما بيعرف انه المريض ماشي على بروبانولول. ففي هاي الحاله البروبلم عنده ريزولت لان شلنا البروبانولول، المريض ما عنده ازمه، بنشيل كلمة أزمة من الدياجنوسيس، بنشيلها عن السيستم أو من ملف المريض. تمام؟ النقطة الثالثة تتعلق في الكونسلنج والإيديوكيشن، جود إنهيلر تكنيك أند إفكتيف ثيرابي. طبعًا هاي هاي كلها نوت فاليد صارت الآن، لأن المريض إز نوت أزماتيك، فنو لونجر ريليفنت أز أن أوتكم. وريفيجن تو بلان بروبلم ريزولت. ما في داعي لا نعمل هاي القضية لأن المريض أصلًا إز نوت أزماتيك، مش راح يستخدم هاي الإنهيلر. البلد بريشر تارجت 120 على 80. تمام. 120 على 80 with no side effect within 3 months with no side effect. هاي الاشي اللي انا حكيته انه احنا كنا شاكين في البندروفلوميثايازايد انه عامل مشاكل عند المريض، عامل له adverse drug reaction. في هاي الحالة اذا adverse drug reaction confirmed الان لازم نلاقي حل ونلاقي دواء ثاني للمريض، لانه لو اعطيته هي مرة ثانية وقفت له بجرعة ما راح يستخدم المريض الدواء. فور يعني الكونفينينس اوف ذا بيشنت ممكن نستخدم دواء ثاني في هاي الحاله. طبعا مهم جدا ان الكنترولينج اوف بلد بريشر ان يكون within a time within 3 months. ما بنعمل التارجت تبعنا 120 على 80 خلال 3 اشهر، علشان هيك احنا بننزل جراجولي البلد بريشر. تمام. الاكشوال عندنا 145 على 90 بيشنت كونفيرم كومبلينس وذ الثيرابي. معناته ايش كمان هون كلمة كومبلينس؟ يعني معناته ما كان عنده كومبلينس مع مع البندروفلوميثايازايد. هاي اضافه ثانيه بتاكد لنا انه في ادفيرس دراج رياكشن، ما في كومبلينس مع البندروفلوميثايازايد. فاد انذر انتي هايبرتنسيف افتر دسكشن وذ ذا بيشنت اند هيلث كير تيم
ريفرنس هذا بريطاني، البريطاني بشكل عام بفضلوا استخدام الأملودوبين. طبعا حتى الأمريكان بيقول لك يا اما ACE inhibitor او ARBs او الأملودوبين، فاثنين صح يعني. طيب بس هذا المريض ما كان ياخذ ثيازايد، بندورفلوميثايازايد. ارجع للكيس كان ياخذ بندورفلوميثايازايد. احد ثاني اللي كان عم ياخده هذا بس بياخذ بروبانالول مشان الهايبرتنشن. مين اللي واحد ثاني كان يعني كيس اولى قبل هيك اخذناها؟ هي الكيس نرجع احط لك اياها على السلايد. بريفيس دراج ثيرابي بندورفلوميثايازايد شايفيتها هنا؟ هنا هي مركزي معي هنا ولا لا؟ تمام تمام دن أكيد. طيب دكتور استفسار لو سمحت. أحكي. هلأ لو أصلا إحنا اكتشفنا أنه هو متشخص بالآزمة من زمان، يعني هو فعليا عنده آزمة، بعد هيك صار عنده الهايبرتنشن، مو كمان أنه غلط نعطيه البروبانولول لأنه بيعمل برونكوسبازم؟ يعني بكل الأحوال يعني بهيك بتصير المشكلة أنه والله أنه مور سيفر دراج إذ ريكومندد صح؟ طيب في حالة معينة بعطيه البيتا بلوكر، ايش الحال؟ بعطي السلك في حال كان في عنده مشكلة بالـ MI أو شيء بالكارديوفاسكولار. إذا كان المريض بوست MI حتى لو أزمتك بعطيه سلكتف بيتا بلوكر في هالحالة، بعطيه سلكتف بعمل كنترول للأزمة بيزد على البيتا بلوكر دوز. طبعا هاي قبل ما نعطيه البيتا بلوكر وقبل ما يعني إذا صار MI وأزمتك بحوله لمين؟ للكارديولوجيست. فالكارديولوجيست بيطلب كونسلتيشن من الريسبيراتوري كونسلتنت اللي هو المسؤول عن علاج الأزمة، اللي هو استشار الجهاز الأمراض الجهاز التنفسي، وبقول له انه هذا المريض بده يضل ماشي على البيتا بلوكر. يعني لازم يكون في كوميونيكيشن في المعلومة بين هيلث كير بروفيشنال، بيقول له هذا المريض احنا مضطرين نمشي على البيتا بلوكر لو لور دوز، وبدنا يعني تعملنا مانجمنت للأزمة تريتمنت في هاي الحالة. ف اجمالا ببلشوا معاه بلو دوز بيتا بلوكر، لانه حتى في البوست الماي ما بيحتاج هاي دوز بيتا بلوكر، فبلش معاه بلو دوز ودي كنترول الازمه بيرز على البيتا بلوكر دوز في هاي الحاله. اما اذا ما عنده MI او بس عنده هايبرتنشن، في ماني اذر الترناتيف، نمشي على الجايد لاينز الموجوده في دي بي ار اللي هي الجدول البسيط، في عندنا ماني اذر الترناتيف افضل من البيتا بلوكر. تمام تمام دكتور ماشي. في حد عنده سؤال لحد الآن؟ بدي منكم طلب هذول الأربعة الستيب وايز اللي حكينا عنهم، ارجعوا للتسجيلات ويعني انتبهوا عليهم وقرأوهم مظبوط. إذا في حد عنده سؤال أو أنا محاضرة الأحد إن شاء الله أول عشر دقائق برد أحكي عن هذا الموضوع. أنتم متابعين إحنا صرنا حاكين عن هذا الموضوع خلال أربع محاضرات تقريبا، وهذا اللي أهميته. الآن المحاضرات الجاية راح نحاول نعطيكم أمثلة كيسز ونحل لكم يعني كيس ومحلولة، وفرجيكم كيف حلها مباشرة يعني، لأنه ما يعني ما بيزبط إنه نقسمكم جروبات. وبعرف إيش إذا قدرنا بسبب المايكروسوفت تيم أو لقينا آلية نعملها، بس في كيسات وعلى الأغلب راح نبلش في الكوميونيتي فارماسي كيسز، بعدين هوسبيتال، بعدين كلينيكال، يعني تطبيق عملي على الستبس اللي حكيناهم. فمن محاضرة الأحد تكونوا راجعين هذول الستبس كاملات وفاهمين إيش اللي موجود فيها، تمام؟ لأنه راح نطبقها كلها على كيس واحدة في هاي الحالة، نشوف إيش من كيف نعمل أسسمنت كيف. وعلى الأغلب لحد ما حدا يعني لحد هاي اللحظة اللي واصلني إنه 50 علامة الأولى ما فيهم امتحانات بس في لهم آلية تقييم، 50 علامة الثانية فيهم امتحان نهائي، هيك يعني ملخص كلام الوزير اللي حكاه في التعليمات. فالخمسين علامة الأولى عليهم آلية تقييم، وإذا ظلينا ماشيين على هذا الإشي راح الطلاب يعملوا برزنتيشن، راح يقدموا ريبورت. ففي البرزنتيشن راح تقدموا، أنا بعطيكم كيس وقسمها على جروبات، راح تعملوا أسسمنت. بعطيكم مثال في هاي الحالة كيف تعملوا برزنتيشن للكيس اللي أنتوا راح تقدموها، يعني عشان تكون الآلية واضحة. وهذا البرزنتيشن عليه 20 علامة راح يكون، والريبورت 20 علامة، وانا راح اعطيكم شيء بسموه دراج انفورميشن كويشن عليه 10 علامات. طبعا هاي المعلومات مش مؤكده على بين ما يعني تيجينا التعليمات واضحه من الجامعه،
في آلية تقييم علامات الخمسين علامة الأولى. بجوز غير رأيهم يعملوا امتحانات مرة ثانية بس أنا ما بعرف. اللي بعرفه أنه آلية تقييم غير الامتحانات. إن شاء الله الأحد بيكون عندنا معلومة أكثر. تمام؟ طيب نيجي نحكي عن Pharmaceutical Service Example. رح نعطيكم المحاضرات القادمة إن شاء الله عن Drug Information. How you provide drug information عن مركز المعلومات الدوائية. أنت كصيدلاني تشتغل مركز المعلومات الدوائية كيف راح تقدم هاي الخدمة. تمام. الآن في عنا سيرفيس احنا كثير مهمة خاصة في الكوميونيتي اسمها الريفيرال سيرفيس، اللي دائما دكتور جننتنا في التدريب ريفيرال، بدك تعمل ريفيرال. طب الريفيرال كيف بينعمل؟ طبعا الريفيرال من أهم الأشياء لك كصيدلاني في المستشفيات already well developed. إذا اشتغلت كلينيكال فارماسيست في ريفيرال فورم، الاستشاري بيعمل ريفيرال لزميله الاستشاري او للممرض او للصيدلاني، وكذلك كل واحد بيعمل ريفيرال للثاني. تمام. الان في الكوميونيتي فارماسي احنا في الميدل ايست ما عندنا سيستم ديفلوبد انه نعمل ريفيرال. في بريطانيا في سيستم، بيجي المريض الصيدلاني بيعمل له ريفيرال للجنرال براكتيشنر تبعه. الآن نحكي عن الريفيرال، في ثلاث أنواع للريفيرال، في عنا أب ريفيرال، داون ريفيرال، في عنا سوشيال ريفيرال، راح نحكي عنهم الثلاث الآن إن شاء الله. الآن The Rule of 7 Star Pharmacists، متذكرين كنا نحكي عن 7 Star Pharmacists شو مواصفاتهم؟ Require them to participate as a member of the healthcare team. فأنت جزء من وظيفتك أنه أنت part of the healthcare team للمريض. المريض بيجي عندك حلقة من هاي الحلقات اللي بزورها في الهيلثكير تيم. فان providing pharmaceutical care pharmacist has to facilitate the continuity of care. فانت to facilitate the continuity of care في بعض الاحيان انت بتحتاج انك تعمل referral للمريض. تمام. The pharmacist is responsible for communicating the referral with the healthcare provider or institution. الان في عنا انواع، في عنا verbal وفي عنا written referral. ال verbal referral بيجي عندي مريض بقول له والله بدي اوديك على الدكتور الفلاني، هذا خليه يفحصك عشان نتأكد شو اللي عندك. فرن على الدكتور الفلاني بقول له والله في عندي المريض اكس بدي اوديه لعندك الان، هو بيشكي من 1-2-3، فاذا سمحت اذا بتقدر تشوفه اليوم. تمام. هاي verbal referral. الآن في أنواع الريتن، في بعض الأحيان الريتن ريفيرال اللي أنت بتدخله على السيستم إن شاء الله بس يصير في عندنا سيستم، هذا الريتن ريفيرال ميزته أنك أنت بتعمل دوكيومنتيشن للريفيرال. تمام. يعني أنت مش بس بتعمل فيربل، بتعمل ريتن ريفيرال. في بعض الأحيان أنت الشخص اللي بدك تعمل له ريفيرال ما إلك أكسس عليه إلا من خلال السيستم، فبتودي المريض وبتبعث مسج للطبيب من خلال السيستم انه والله انا حولت لك فلان لفلاني راح يجي عندك الان لازم تشوفه، عنده 1-2-3. هذا اللي احنا بنسميه ريتر ريفيرال. تمام. طيب ريفيرال كوميونيكيشن مبي ريتن فيربال شود بي كونتين ذا فولوينج انفورميشن، شورت سمري اوف ذا بيشنت ميديكال هيستوري. هذا المهم ان شاء الله بس نعمل يعني ريفيرال سيستم بالاردن او في الدول العربيه في الميدل ايست، اي ريفيرال بيبر لازم يكون فيها تقريبا هاي المعلومات: شورت سمري اوف ذا بيشنت ميديكال هيستوري، شورت ديسكريبشن اوف ذا كرنت ميديكال بروبلم، تشيف كومبلينت اللي جاي في المريض، ديسكريبشن اوف ذا نيد فور ذا ريفيرال. ليش انت بدك تحوله لعندي؟ يعني علشان الشخص اللي بده يستقبل المريض يكون فاهم، بده يعرف شو الباست ميديكال هيستوري للمريض، شو الكرنت او التشيف كومبلينت عند المريض، هو ليش جاي لعندي، ليش بحوله لعندي، شو بدك مني. هاي معناها description of patient current doctor. طب انت كفارماسيست يوم تحول بيكون عندك معطي هذا الشخص اللي بدك تحول له وصف عن الادوية. تمام. وبعدين pharmaceutical care plan if necessary، اذا في عندك recommendation، اذا بتقول له والله انا شايف انك لازم تعمل له 1-2-3. تمام. خلينا نشوف مثال الان بوضح هاي العملية اكثر. اول مثال اللي احنا بنسميه الاب ريفيرال. The pharmacist in many instances, in many cases, is the first contact for advice regarding different injuries, other health care issues. تمام. وخاصة هنا في الأردن لأنه provide for free. في بعض المرضى بيروحوا للصيدلاني لأنه ما حوش فلوس يروح يشوف الطبيب، ما بيكون عنده insurance. تمام. In providing pharmaceutical care, the pharmacist is responsible for identifying medicine-related problem and developing pharmaceutical care plan for a patient. As a part of pharmaceutical care plan, it may be necessary for the pharmacist, regardless of his or her practice site, to refer patient for specific or specialized care.
فهذا جزء من عمل الصيدلاني. طبعا the scope of pharmaceutical practice, the pharmacist experience and the severity of the patient condition, هي بتعمل guidance للديسيجن فور اب ريفيرال داون ريفيرال سوشيال ريفيرال او ما فيش ريفيرال بالمره. تمام، انا تقصدت اقرا هذول بس علشان نجهز الدماغ لاستقبال الكيس اللي راح نقراها الان. في عندنا مستر اتش برينجز هيز 12 يير اولد سون اليكس تو ذا فارماسي تو باي دريسينج فور ووند اون ذا بويز ليج. واحد جاي على الصيدليه بده دريسينج. في حدا بيعرف شو يعني دريسينج؟ ضمادات بنسميها احنا، ضمادات للجروح. فواحد جاي بده درسنج، احنا في الوضع الطبيعي بنقول له تفضل هاي درسنج والله يعطيك العافيه، لا بنساله شو في عندك ولا. فهون بتصير المشكله الكبيره. خلينا نشوف هذا المريض اللي جاي يطلب الدرسنج شو في عنده بلاوي. You notice as a pharmacist, as a competent pharmacist, that the wound is still fresh and bleeding. بدك تشوف شو الوند. شو يعني still fresh؟ يعني طازة المريض جاي لعندك، في مشكلة عنده. وبليدنج مهمة كلمة بليدنج، نشوف قديش بليدنج، لأنه هذا طفل لا سمح الله ممكن يصير في عندنا احتمال حتى لو بسيط سيركيولاتوري شوك عند المريض في هالحالة. نشوف هل الجرح كثير عميق بحيث أنه عامل له سيفير بليدنج مثلا. تمام، any questioning you find out that a stray dog has bitten the boy، في كلب عضه. You realize that the wound may need to be sutured, ننخيط الوند. And that the boy needs a prophylactic antibiotic, tetanus and rabies vaccine to prevent any complication. Then you refer the patient to 24-hour emergency clinic in the area and explain to Mr. H that his son will be given the recommended treatment at the clinic. لازم انه يعني يوم انت مش بس بتعمل ريفيرال، كمان المريض اللي قدامك بدك توضح له ليش انت بدك تعمل له ريفيرال. بده يفهم ليش هو لازم يروح. قضية مش انه انا اعطيك دريسنج، راح اعطيك دريسنج، بس لازم تريز الاويرنس انه لازم تراجع الطبيب، لانه هذا المريض ابنك عضو كلب فلازم توضح له هاي القضية. شو المانجمنت اوبجكتيف في الكلينيك؟ افويد ان انفكشن باي جيفينج بروفيلاكتيك انتيبيوتيك، بريفنت تيتانوس ريبز، افويد ديسابيليتي اند سكار فورميشن. تمام؟ فبدك تعمل سيوتشر للجرح العميق هذا. وبين ريليف اكيد لانه بتألم الطفل بسبب الدوغ بايت اللي صار عنده. طبعا هل في ريفيرال كرايتيريا للهوسبيتال؟ طبعا all large wound need elective suturing, suspected rabid animal bite, shock and bleeding. You have to exclude shock لانه هذا طفل ما بنعرف قديش نزف من الدم. وهذا الوند على اغلب ديب. نشوف الريفيرال رد لتر، عنوان الصيدليه، الشخص يعني عنوان الشخص اللي عامل الريفيرال. ليش طبعا عنوانها؟ لانه من خلال البوست كود موجود اللي على السيستم بيقدر يحكي مع الطبيب، بيكون موجود الرقم. يعني هيك السيستم يوم تحط البوست كود للصيدليه ببين عنده الصيدليه هي وين مكانها وببين قديش رقمها، فبرن عليه الطبيب في حال ما فهم اي شيء من الريفيرال لو حب يستفسر عن معلومات اضافيه. طبعا هاي الريفيرال مين كاتب؟ الصيدلاني دير كوليج اليكس a 20 year old boy was brought to street Lone Street Pharmacy by his father who wanted to buy dressing for a dog bite. In my opinion, هو في recommendation احنا عطينا معلومات عن المريض وشو صار معه وليش انا بدي حوله لعندك. In my opinion as a pharmacist, the wound need to be sutured. The boy also need prophylactic antibiotic and tetanus and rabies vaccination. طبعا اخر جملة اهم جملة. Please continue with as seen appropriate. يعني اعمل الانفستيجيشن اللي عندك، شوف فعلا بيحتاج هاي الاشياء او لا. Regards ex pharmacist. نعطي مثال على down referral. Many patients with chronic condition require hospitalization or specialized care to stabilize their condition. Once the condition is stabilized and controlled for some time, the patient does not require specialized care. يعني قاعدين بنحكي انه المريض كان require higher level of care لاننا نعطيه lower level of care. تمام؟ فهي بنسميها down referral. Down referral stabilization قاعدين نعمل للمريض. طبعا كفارماسيست need to identify those patients that can be treated at the lower level. خلينا نشوف الكيس هاي بسرعة. Mr. A 67 year old patient with severe uncontrolled hypertension has been admitted on tertiary hospital for blood pressure control. في حد عنده سؤال؟ لا
شو يعني تيرشري هوسبيتال؟ ليش ما سألتوا عنها؟ كلكم 12 كنتوا 13 في واحد راح، كلكم عارفين شو يعني تيرشري هوسبيتال؟ ليش ما سألتوا عنها؟ دكتور بما انه حاطين بين قوسين تيتشنج فهي ممكن تكون انه مشفى تعليمي. مشفى تعليمي ايش معناه يا ايمان؟ يعني بيكون تابع للجامعه مثلا مثل مشفى الجامعه. اه بس في احنا في عندنا برايمري كير سكندري وتيرشري كير. التيرشري كير مين مودي عليهم الامر؟ يعني مين بيعطيني مثال على التيرشري هوسبيتال؟ مستشفى الجامعه الاردنيه، مركز الحسين للسرطان، الملك عبد الله المؤسس. تمام، ومستشفى الملك عبد الله المؤسس. ايش يعني تيرشري؟ يعني اقل شيء عندي 400 500 سرير في المستشفى. يعني التيرمال اللي البيشنت بودي عندهم. برايمري اللي هي العيادات اللي هي زي مركز صحي، سكندري المستشفى الصغير اللي ما فيهوش كل سبيشاليتيز، تيرشري المفروض في كل شيء. تمام، يعني مستشفى الجامعه الاردنيه في سكشن خاص للسرطان بيستقبلوا في المريض، اذا ما بيقدروا يعالجوه بودوه لمركز الحسين للسرطان. مستشفى الملك عبد الله كذلك. تمام، هاي احنا بنسميها تيرشري هوسبيتال، يعني هاي على الاغلب تعطي هاي ليفل اوف كير. يعني في عندنا التيرمينال ال بيشنت بيكون موجود وكل سبيشاليتيز موجوده في المستشفى، كل السيرفيسز معظمها موجوده. كان بي بروفايدد افتر ا ويك هيز بلاد بريشر واز ستيبل، بعد اسبوع عند هايدرو كلوريثايزايد اتينولون ادينالابرين اون ديسشارج ذا بيشنت ريسيف ا بريسكريبشن فور ميديسن mentioned above and was requested to come back monthly to hypertension clinic at the hospital after 6 months on the same therapy. After 6 months on the same therapy blood pressure is controlled 140 على 80 was stable and he was doing very well with no other medical problems. However, the patient was complaining to the pharmacist that it cost him substantial amount to come to the hospital every month and that he would like to receive his treatment from primary health care clinic or pharmacy in his hometown. يعني اعطيكم مثال بسيط، انا موجود في الزرقاء والله قاعد براجع مستشفى الجامعه الاردنيه وبعيد علي، والدكتور كان يطلب اني اراجع شهري علشان اخذ الادويه من صيدليه المستشفى، وانا بقول له اذا في مجال في السيستم اخذها من مستشفى الزرقاء الحكومي مثلا لانه اقرب لي في الماي هوم تاون، فيش داعي اجي ترافلينج كوست وانا هسه كنترولد، فيش داعي تشوفني ايها الطبيب، فممكن اخذها من الصيدليه اللي في المستشفى الزرقاء الحكومي على اعتبار انه اثنين وزارة صحة. هاي معناها، فهون انت بتطلب كفارماسيست داون ريفيرال. هاي مثال الداون ريفيرال، دير دكتور فارماسيست نير فولوينج اور تليفون كونفرزيشن، يعني هون بمعنى انه الصيدلاني حكى مع الدكتور او الممرض او الصيدلاني الموجود في المستشفى اللي اعلى منه. تمام، وحكى له فولوينج اور تليفون كونفرزيشن ذيس مورنينج، انا حكيت معك فيما يتعلق بمستر اي، تأكد انه نفس الكيس مستر ايه. تمام، وشارح له شو الكيس وطالب منه ايش انه يعمل له داون ريفيرال، والله هو بده ياخذ من ادويه من الصيدليه اللي موجوده في الزرقاء قريبه عليه في البيت. اختصارا للوقت يعني بدناش ندخل تفاصيل الكيس. في حد عنده سؤال على الداون ريفيرال؟ دكتور كم خلى له مده الداون ريفيرال؟ كل 3 شهور؟ انت بتسالي عنها؟ انت قصدك انه يرجع يساله، يرجع عند الطبيب اللي موجود في مستشفى الجامعه الاردنيه زي ما ضربت المثال عشان يشوفه. هلا هاي فاريبل طبعا، هاي اللي بيحددها الطبيب 3 تو 6 مانث في بعض المرضى. اذا الطبيب شك انه ما شك يعني انه تاكد انه امور كمان ممكن سنه، بس هي ستارت فروم 3 مانث على اعتبار انه كنترولد، على اعتبار انه كنترولد. تمام، لانه هذا بعد 6 مانث اوف ذا كنترول، فاللي بيحددها فعليا الطبيب. بقول له خلص ما في مشكله، انا شايف انه فيش داعي تراجعني الا بعد 3 شهور او بعد 5 شهور او كذا. تمام، فهو بيضل ياخذ ادويته بهاي الطريقه. تمام، اذا مثلا ما في افيلابيليتي في مستشفى الزرقاء انهم يعطوا له ادويه، بقول له طيب انا باجي لعندك تعطيني ادويتي كل 3 شهور، فبدل ما اجيك شهري تعطيني اياها كل 3 شهور. يعني في عده اليات لحل مشكله زي هيك، بس القضيه في الداون ريفيرال المهمه انه المريض انت فيش داعي تجيبه وتخليه ينتظر في المستشفى علشان يشوف الطبيب عشان يصرف له الادويه. في سيستم اسمه ريبيت بريسكريبشن، بيجي ياخذ ادويته بدون ما يشوف الطبيب على اعتبار انه كنترول. تمام، فهذا احنا بنسميه داون ريفيرال. طيب في حد عنده سؤال؟
ما نحكي على قضيه مهمه جدا اللي السوشيال ريفيرال. واحنا للاسف كفارماسيست حتى لو كنا تريند في هذا الموضوع نتدخل بهاي الاشياء. الان هاي اشياء حساسه في الدول الاوروبيه وريكوايرد فعلا سبيشالست انه يحكي فيها. يوم نجي نحكي عن سبستنس ابيوز او سوشيال هابت، تمام، لما نحكي عنها في السوشيال ريفيرال. سبستنس ابيوز اند سوشيال هابت كود انفلوينس البيشنت ويل بينج اند دراج ثيرابي از بارت اوف فارماسيوتيكال كير بلان ات مي بي نيسيسري تو ريفير ذا بيشنت تو كونسلر، يا اما سوشيال ريفيرال او للسايكياتريك كلينيك يعمل ريفيرال الحاله. لكن السوشيال ريفيرال يعني ممكن يكون مقبول اكثر، خاصه اذا المريض ما بيراجع سايكياتريك كلينيك قبل، ممكن ما يتقبل هالعمليه في البدايه. طبعا احنا ليش بنعمل ريفيرال للسوشيال وركر؟ لانه هو عنده اكسبرت انه يحكي مع المريض اكثر منك كفارماسيست، اللي اذا انك انت سوشيال فارماسيست هي قضيه ثانيه، تمام. بس قديش في الاردن سوشيال فارماسيست؟ 2 3 كل الاردن، تمام، ما في. فانت كفارماسيست لازم تعرف السترينث تبعك وتعرف الليميتيشن. الليميتيشن انت لازم تستخدمها كسترينث. كيف تستخدمها للسترينث؟ بتحول المريض للشخص المناسب، لانه ما زي ما حكيت ما في حدا بيعرف كل شيء في العلم. فهون المريض هذا اذا اجى لعندك عنده مشاكل في سبستنس ابيوز، احنا معظم الفارماسيست اللي عندنا بصير يفتي، بصير يعطيه خطب، بصير ما بيعرف انه المريض في له طريقه معينه للتعامل في هاي الحاله، في اسلوب الكلام معه، علشان نعرف اول شيء ايش حجم المشكله اللي عنده في عمليه سبستنس ابيوز او سوشيال هابت اللي عنده. ايش المشكله؟ ليش هو بيعمل هيك؟ ممكن تكون مشكلة كبيرة احنا قاعدين بننظر عليها كفارماسيست. بتصير ولا ما بتصير؟ مين بيشتغل هنا في الكوميونيتي فارماسي؟ مين بيشتغل في الكوميونيتي فارماسي؟ في حدا بيشتغل فيكم في الكوميونيتي يتدرب؟ في حدا مجسر هون؟ ولا حدا؟ محمد انت مجسر صح؟ صوتك مش واضح محمد. احمد طيب. ايوه دكتور. مجسر احمد؟ لا مو مجسر انا، لا مش مجسر. ها ولا تدربت بصيدليه؟ لا لسه ما تدرب. طيب ماشي، مين الموجودين يا جماعه مجسر او تدرب في صيدليه؟ ولا حدا؟ القضيه بدي اقولها انه انت يعني بتشوف الناس هذول بيجوا بيطلبوا ادويه. انا وانا تدربت، بس اعطيكم مثال قديش هالشغله يعني كومن، مش اشي من الخيال. في اجا واحد صلح باب الصيدليه، فاجا بده يحاسب الصيدلاني. تعرف شو ايش طلب منه؟ قال له شوف، يا بتعطيني 20 دينار يا بتعطيني باكيت صليبه، حبوب الصليبه، بتعرفوا ايش هي؟ اللي الزناكس، تمام. هذا ايش معناته؟ هذا بيطلب قاعد ادويه بيعمل عليها ايش؟ سبستنس ابيوز. هذا انا كنت واقف يعني في الصيدليه موجود يوم كنا نتدرب. فهاي بتشوفها انت يوم تدرب او اذا بتشتغل، هاي الشغلات كومن في كثير مرضى بيعملوا ابيوز للادويه. ففي هاي الحاله طبعا انت مش لازم تعطيه الدواء، بتعطيه اجارب وتقول له روح، لانه هذا مش جاي بيحكي معك كمريض يعني في هاي الحاله. الان اذا انت شفت انه هذا بيحتاج ريفيرال تقدر تعمل له ريفيرال في هاي الحاله، بس مش اثناء السيناريو اللي انا حكيته. ماشي، خلينا نشوف كيف الريفيرال اللي عامله الصيدلاني. مستر اكس ا بيشنت ويل نوت. تفضل. اصلا مو هي هاي الادويه يعني بتكون مرصده، يعني بكل الاحوال اصلا الصيدلاني ما راح انه يوصفها بدون او يصرفها بدون وصفه. يعني بكل الاحوال ما كانتش كلها مرصده. مين اللي سال؟ انا مش منتبه. مين اللي سال؟ ايمان. مش كلها كانت زمان مرصده، احنا كنا نبيع، مش احنا، مش انا، الصيدلي بيبيعوا لحد الان. في صيدليات تتسكر انا بتبيع الادويه هاي بطريقه غير قانونيه، في مستشفيات خاصه، بس للعلم لكم عشان تعرفوا الواقع، في مستشفيات خاصة بتجيب أطباء من أجل بيع هاي الأدوية بزنس يعني. بس أنا بهمني تعرف الواقع أنه يعني مش زي ما أنتم متخيلين آيديال. وبتقدر تسألوا الدكتور محمد أبو عصب، يعني هو بحكم شغله في النقابة عنده معلومات أكثر عن هاي المستشفيات. تسألوه بهدف العلم مش بهدف ففي موجود في صيدليات لحد الآن. أنا بعرف كم صيدلية فيها بتتسكر بسبب هاي الشغلات، اندر ذا تيبل بيبيعوا هاي الادويه، ويعني مزبطين امورهم حتى مع البرصدلهم، تمام.
تمام يا إيمان، بس هي فعليا زي ما تفضلتي التشريعات ممنوع تبيعها الأدوية، خاصة الحالية في عليها تشديد عشان هيك بسكروا. بس زمان يوم أعطيتك المثال كان عادي، أنا لحد فترة بسيطة يعني كنت أعرف مريض كان يأخذ هاي الأدوية بدون وصفة، يعني فترة بسيطة 3 سنوات بدون وصفة كان يأخذها. يعني you have to question، ليش طيب هذا المريض بيأخذ بدون وصفة كصيدلاني؟ تمام، مش لأنه زميلك صيدلاني وبتثق فيه بتعطي هاي الأدوية. يعني أنا بهمني أنتوا الآن كجينيو فارماسيست تنتبهوا لهاي الأشياء اللي علاقة في التشريعات. حتى لو إجي لعندك زميلك صيدلاني بده هاي الأدوية، ما تعطي هاي الأدوية، كله جيب وصفة. تمام، لأنه ما بتعرف شو الانتنشن، ما بتعرف شو الكمبليكيشن، ما راح يحميك أي حدث، فبتشتغل الإشي الصح. تمام، أوكي إيمان أكمل؟ تمام دكتور. Mr. X, a patient well known to the pharmacy staff, comes regularly to buy 2 bottles of a potential dependence producing scheduled cough mixture. Every time the pharmacist sells the cough mixture to the patient, he explains the side effect and the potential of getting addicted to the cough mixture. The pharmacist also advises Mr. X that if his cough is not responding to the therapy, he should see a doctor. تمام؟ الآن while later the pharmacist discovered that Mr. X has been purchasing the same cough mixture from other pharmacies and is abusing the cough mixture seriously, the pharmacist realizes that patient does not have problem under control. Instead of confronting Mr. X, the pharmacist increases his effort to gain the control, he informing his colleague regarding Mr. X's high usage of cough mixture. طبعا هاي الشغلة مهمة، لأنه إيش يعني confronting Mr. X؟ يعني تيجي تحاسبه، تيجي تقول له ليش انت قاعد تاخذ الكف ميكسشر. تمام، هذا الاشي ما بصير، انت بتخالف القانون. هاي من اسوأ الاساليب اللي بتحكي فيها مع المدمنين للامانة، ترى مع انه كثير فارماسيست بيحكوا بهاي الطريقة، لانه انت اصلا بتقول له ليش، طب ما هو عارف اصلا انه هذا الاشي بيقدرش ياخذه، هذا الاشي مش صح، فليش بتسأله عن اشي عارفه؟ فدائما الكونفرونتينج، المواجهة، لا بدك تعمل ادريسنج للبروبلم، بدك تعرف ليش هو ما بيعمل، هو عارف وانت عارف انه بيعمل اشي غلط. تمام، you have to be careful بهاي الحالات، وعشان هيك هذول الناس if you are not trained enough تحكي معهم، لا تحكي معهم، اعملهم ريفيرال، لانه انت you will exacerbate the problem، لانه هذول لهم طريقة للكلام، في اكسبرت بيعرف يحكوا معهم. تمام، طيب the pharmacist being family friend is called to help for it's called for help when Mr. X is charged for driving negligently while under the influence of alcohol and other drugs. تمام، في معنى آخر هذا الزلمة الشرطة مسكته، عملته مخالفة لأنه كان ماشي وهو شارب الكحول. تمام، أو أنه ماشي على أدوية معينة، فهو نفسه المريض قال والله أنا يعني ما بعرف شو السبب، بس أنا صاحبي صيدلاني ممكن أوضح لكم السبب، فنادوه يعني الشرطة. هي معنى هذا الكلام. So the pharmacist convinces Mr. X to see a social worker or drug abuse counselor. هاي بعد ما صارت هاي الحالة، طلب منه وأقنعه أن يشوف social worker في هاي الحالة، فعمل هذا الريفيرل. Dear colleague, following our telephone conversation regarding Mr. X referral, thank you for agreeing to see Mr. X. Mr. X, patient well known to the pharmacy staff, has been using dependence producing scheduled cough mixture for some time. The use has increased gradually and it's now at stage at which it affects his normal functioning, normal living, daily activities. After being charged for driving while under the influence of alcohol and other drug, he agreed to see a social worker or drug abuse counselor. It would be appreciated if you could attend to Mr. X. يعني نكون شاكرين لك إذا بتقدر تشوفه أو تساعده. تمام؟ طيب بس هذا مثال على الكف ميكستشر، أنا شفته مليون مرة، وأنا يا إما وأنا موجود في الصيدلية وأنا كنت أتدرب في الصيدلية، واحد بيجي كف ميكستشر بس يطلع من الصيدلية بيفتحه ويشرب العلبة على نفس واحد. بس هذا عشان أفرجيكم هذا البراكتس مش بس في الدول زي بريطانيا، هذا موجود عندنا كثير وعندنا بكثرة حتى بدون ما يكون في كودين. يعني انا ما بعرف ايش بيت من نوع النباتات، لكن هي ممكن تكون psychological addiction. تمام، ففي كثير مرضى كانوا يشتروا هاي الاشياء اللي هي الكف ميكشر. في حد عنده سؤال يا جماعة؟ خلصنا المحاضرة الان.